هيثم قطامش عاوز هجمة تحكي عنها أيام وليالي سنين. احنا جاهزين يا شيخ العرب. اكسروهم كسر. أوامرك يا شيخ العرب. عيسى خليك شديد. أشد من الحجر يا ولد عم. اتوكل على الله. مناع أوامرك يا شيخ العرب. لو جبت بارود غضارتك في صدر جابر لك مني فوق ما يحلم بيه خيالك. عليك يا جابر. أمان عليك يا زرزور. لو جرالي حاجة وصي الشيخ همام على عيالي. بعد الشر عليك يا حسن العالي. خير. من غير ولد إني أنا وإنسى حتى ولادك. من غير ولد إني أنا وانسى حتى ولادك. ودمك اعتبره حنة يا عريس في زفة بلادك. والله عاد يا شيخ اسماعيل. خبر ايه؟ جابر موتوه بالغدار. خسارة يا جابر. والجتة وقعت من على الصخرة وما لقيناهاش. والله خسارة كبيرة. كان نافع. أمر الله. روح. عظم الله أجرك. شكر الله سعيكم يا بيه. جات لك من عند ربنا. هشم يا عيسى. أنت اللي عملتها؟ ملحقتوش وجات له منهم. خير كله خير. نكملوا حديثنا. احنا كسرناه ورجعوا قبالنا يجي الف قصبة في ثلاث ليالي. تشوروا بايه يا بهوات؟ اسيوط ملكنا والشورى ليك. زين. عيسى شيع جواب لهمام بالبشرة. قل له ان احنا فوق سيوط ملوك. الله اكبر. سيوط وقعت يا ولس والحلم جرى. مبارك يا شيخ العرب. ربنا يكمل غرضك ويكفيك شر العدو والصديق. العدو ماشي الصديق كمان يا ولس. احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره. واه بلغت شيء؟ لا ما بلغنيش بس مع فرحه النصر دايما خد بالك. يعني ايه العرب ملك واسيوط؟ يعني كلها كام يوم ولاقي همام قاعد هنا مطرحي ويقضي العربي عن مملوك؟ لا ما انا مش غبي. اسمع خدوا كل المدد كل السلاح كل الميري واقضوا عليهم فورا. عدد المماليك مع الهوارة عدى 50,000 جندي. ان شاء الله يكونوا 100,000. رقبتك في كفة وكسر العرب في كفة. انا هجيب لك سلاح ما يخطرلكش على بال. يا ريت احنا محتاجين ده فعلا. سلاح روسي يقضي على الهوارة كلهم. روسي؟ ايوه وانت اللي هتحاربهم بنفسك يا ابو الدهب. ما تبطلش اتصال باسماعيل. انت فاهم؟ اتصرف يا ابو الدهب. العرب
زرزور. خير يا زرزور؟ خير يا شيخ العرب. جابر، البقاء لله. قتلوه عشان رغبته تسكت. وهر رغبتك يا جابر. هيقول الشيخ اسماعيل خلى حد يقتل. اقطع النفس، خليك مطرحك عشان معاك جواب. السلاح الجديد جاهز يا مولاي. تم تجربه؟ سريع وقوي وقاتل وبروده ما يحتاجش لتجهيز. لكن ما تمش تجربه في المعركة يا مملوك. لسه يا مولاي. أنا عايزه تجرب وقت الفجر بشكل سريع ومحدد ومكثف. عايزكوا تولعوا في جثث القتلى عشان الخوف من السلاح الجديد يوصل مداه. سلاح عجيب يا شيخ العرب. عجيب كيف يعني؟ بيموت بسرعة، أكبر من الغدارة، وزي ما انت شايف بيحرق كمان. يعني السلاح هو اللي قتله حرق؟ الله اعلم يا شيخ العرب. المهم الناس ما تحسش الفرق عشان ما تيأسش. وهم لو يقدروا يعملوها كانوا عملوها وخلصوا. ايه اللي هيحوشهم يعني؟ يمكن بيجربوه. يعني عاوزين يهزوا قلبنا. ده اول انذار من ابو الدهب، عايز يقول لنا ان هو وجوده في تجريده اقوى. وايه قولكم يا بهوات؟ نرد عليه رد يفحمه ونهجم عليه فورا. ايوه صح، جهزوا حالكم وداروا حكايه السلاح الجديد عن العساكر وارقبوا الوقت المليح للهجوم. روح انت. حاضر. من شيخ العرب همام الاسماعيلي الهواري اللي هو يد اللي هخنق بيها العدو واكسر ظهره. بلغنا البطولة والنصر وندعو لكم بالمزيد. وبلغني كمان بالأسى موت حبيبنا جابر، ولأن المعركة فوق الكل فاللوم متأجل والعتاب له أوان. وأما المكلفين بحماية جابر أنا عاوزهم قبل أي شيء هنا في جرجة قدامي. وأما كلمة خوارة فهي ليك يا ولد عمنا لا تزال والحد المنية. فإن كتب لنا الله النصر هناك فسلم الأمر للولد عمنا عيسى الهواري وعود إلينا، لأننا نعوزوك وبجميلك نكافئوك. والسلام ختام. همام والد يوسف أحمد الهواري. مالك يا راجل يا عجوز ساكت ليه؟ وحشت عيالك والدوان. معاك مفيش غربة يا شيخ العرب، لكن بالي قلقان. قلقان من ايه؟ احنا خلاص كل ايام وديشنا يبقى في المنيا ونرجع. مطرحك هنا مش امان. فهمني قصدك ايه؟ احنا في حرب ومطرحك مرصود، ممكن وسط الحرب يشيعولك. زين كمل. غير مطرحك كل دور، محدش ضامن الايام. صح يا بوس، وانا هاخد بكلامك وابقى شايع الزرزور بالمطرح اللي ابقى فيه. يا مرحبا يا مرحبا مشايخ العرب. مرحبا بك ياما. ها عملت ايه يا شيخ العرب؟ قعدت مع الناس وحكمت. حكمت بالعدل؟ يعني والد همام هيحكم بايه؟ وايه كانت الشكاوى؟ كذا شكوى، اللي اتسرق واللي كذاب. وهتعرف الصادق من الكذاب كيف؟ امنعني يا ام درويش. تعالوا في باص يا واد همام، تعالوا. عيب يا ام درويش، انا شيخ عرب. عيب يا واد، مفيش شيخ عرب غير ابوك بس. يا ورد اليمن صح، همام شيخ عرب وعياله كمان. ربنا يجيبه بالسلامة وما يغيبهوش ابدا. يا رب يا ورد يا رب. ايه يا ليلى مالك قاعده ساكته ليه انت واخوك؟ اكلتوش ليه؟
توحشت ابوي قوي. يا حبيبتي ابوكي اكتر ولا امك يا ليلى؟ ابوي. ايش معنى؟ امنا خدتنا بره البيت وابوي زعق لها ورجعنا. امنا عايزه تاخدنا بعيدا عن ابوي وابوي هيحبنا. يا حبيبتي اصيله يا بنت جابر. عاوز ابوكي يرجع يا ليلى؟ ايوه. يبقى تاكلي زين ومليح، اتفقنا؟ اتفقنا. ربنا يرجع الغايب. تفضل يا شيخ العرب. دي شبكة من النوع المفتخر. السلام عليكم. من محمد بيك أبو الدهب إلى رئيس الصعيد الشيخ إسماعيل. قابلني بكرة عند البرج الأحمر بين الخيمتين بين أذان وإقامة صلاة العشاء. أنا متخفي في زي هواري. سداوي يا سداوي. نعم يا شيخ العرب. في حارس دلوك جاب لي الشبكة دي. أيوة. روح وراه اقتله. فاهم؟ إيه اللي جابني وجابك هنا يا ليلى؟ الحمد لله على السلامة. انت مين؟ يا جابر ربابتك خسرتنا المعركة، لكن في الآخر خدت جزائك وكافئك إسماعيل الهواري بالغدارة. لولانا كان زمانك بتتحاسب في القبر دلوقتي. اللي شافتني يد الحبيب وعينيه. احنا خدناك وانت بين الحياة والموت وحافظنا عليك لأننا عارفين قيمتك. انت غنيت لهم وهم موتوك، واحنا انقذناك لاننا عاوزينك. عاوزين مني ايه؟ انت هنا عندنا مقامك كبير، زيك زينا، كلنا زيك. انت ابن الجبل واحنا ولاد المجهول. اصلك فعلك وشجاعتك. انت ممكن تبقى جابر بيك، المستقبل عندنا، بس للي عايز يختار مستقبله. مستقبل يعمله بعقله ودراعه، بعيد عن اللي شايفينك الغريب الأقل. عاوزين ايه؟ هتعرف. خش يا عيسى. احنا مستنيين أوامرك والبكوات جلجانين. بكرة هرد عليكم. بكرة بعيد يا ولد عم. اسم شيخ العرب يا عيسى. اللي تأمر بيه يا شيخ العرب. جدع ارجع مطرحك. حاضر. الدور الجاي يشيق عيسى ريس عليك يا اسماعيل. مستني الحرب تخلص ويوصل المنيا ويحط عيسى فوق منك. عيسى فوق مني في الديش، ودرويش العيل فوق مني في المجلس، وانا استنى الموت. رأس الشيخ همام تمنها كبير يا جابر. عارف تمنها ايه؟ ايه؟ جابر بيك. بكوية بفرمان يا جابر. ماشي يا بيه. جاهز؟ جاهز يا بيه. وخليك فاكر قبل ما توصل جرجة وتجيب راس همام اللي باعك لابن عمه، هنبعت اللي يجيب ليلة وهلال لحد عندك. تسلمنا راس همام نسلمك ولادك جابر بيك. مبسوط؟
مشيت كلامك على شيخ العرب يا بونس. طول ما انت في أمان احنا في أمان. شاهد جواب لدرويش طمنا. حاضر يا شيخ العرب. وايه تاني؟ غير مطرحك كل يومين لحد ما يجيلك خبر الخير. عايز انت رجالتك على المطارح وانا كل يومين معاك في حته يا بونس. حاضر اهو كده. رئيس الصعيد. انا والد عمه يا بيه. انت هو رئيس الصعيد اللي جاي والهبه امير على الصعيد كله برضا الوالي باشا وفرمان من خليفه المسلمين باماره جنوب مصر من اسوان للمنيا ومن غير حرب. انا والد عمه ونسيبه وسنده وخال عياله. عياله عياله اللي هيبقوا فوق منك. غرضك ايه؟ كده كده همام مهزوم لو مش في التجريدة دي في اللي بعدها. انتوا مش اهل حرب يا شيخ. حبقى اهلها وكسرناكم مرة بس احنا ما بنزهقش وما بنخلصش ولا بنقل والمدد ابدي. وديكوا شفتوا السلاح الجديد عمل فيكوا ايه؟ دي مجرد عينة اللي عندنا منه ممكن يفنيكوا يا شيخ اسماعيل. سلاح حتى خيالك القوي لا يتصور أذاه، بيموت بالجملة. وانت الوحيد اللي تقدر تنقذ أهلك وناسك من الفناء. غرضك تهز قلبي لكن مش أنا. هتشيل ذنبه وعر ناسك؟ هتتحمل قدام ربنا أرواحهم كلهم؟ خلي الأيام تذكرك كبطل وانت تستاهل يا شيخ. تستاهل اللي اتقال عليك انك انقذت هوارة من الفناء واخترت السلام. لصالح مين؟ لصالحك ولصالح ناسك ولصالح همام نفسه. لصالح همام؟ كيف؟ همام دخل حرب مجنون عشان نفسه، مالكمش دخل بيها انتو. مالك انت ومال هوارة في صراع همام الشخصي مع علي بيك؟ راجلين يضيعوا ألاف وهتتحمل وزر أرواح الألاف دي كلها من ناسك عشان همام وعلي. حرب مجنونة بالعربي ومملوك وكل واحد فيهم عايز يثبت أنه أرجل من التاني. انقذ ناسك يا شيخ إسماعيل وانقذ همام، خليه يكمل حياته في سلام ويعيش يومينه الأخرانيين في أمان. لسه المعركة ما خلصتش. معركة مين؟ معركة همام وعلي. احنا شارينك يا شيخ اسماعيل، محتاجين راجل عاقل في الصعيد، راجل يعرف قيمة الأيام وتمن الحروب ومرارة الهزيمة. نديله الشرعية والأمان وحق التوريث. كلامك ملوش ضمانة ولا عازة. احنا الدولة يا شيخ اسماعيل وانتو مجرد عصاة خارجين. حتى لو كنتوا أصحاب الأرض وكنا مماليك، لمصلحة مين هتحارب؟ عشان همام يثبت لنفسه انه الأقوى؟ لمصلحة مين تفني أهلك وناسك؟ لمصلحة مين عمرك يروح حضر وانت مستني إشارة من ابن همام تحدد مصيرك اللي في عمر أحفادك؟ عمركم ما كان لكم عهد ولا أمان. قول كلمتك وانسحب وانا في رقبتي كل روح تخصك من هنا لحد بيتها. قدامك فرصة العمر اللي تخليك فعلا شيخ العرب اللي أنقذ ناسه، مش شيخ العرب اللي رمى ناسه للموت عشان خاطر ابن عمه. مش فاضل في العمر كتير يا شيخ اسماعيل. والقوي اللي يمنع الشر مش يخلقه. اجتماع في الفجر.
الوقت ما عايزناش حد خير. دلوقتي ديش ابو الدهب بيننا وبينه اقل من 200 قصبه. ايوه عاوزنا نقوم بالهجوم دلوقتي. وانا قلت كده. عموما احنا مستعدين. لا الاوامر جاتني من شيخ العرب بالرجوع مقبل والتحصيل لحين المدد. رجوع؟ رجوع ده انسحاب. الشيخ همام قال كده ميت. هو شايع لي. كيف واحنا كسرينهم؟ بلغنا ان التجريده شديده والسلاح فتاك. وديكوا شفتوا عمل ايه؟ ايوه لكن ما لكنش. الاوامر عندي كده ودلوقتي قبل بعدين. ارجوك يا شيخ اسماعيل. يا شيخ اسماعيل خلص الحديد. ديها امره. البرج الشرقي كله اتحرك مقبل. البرج الشرقي كله اتحرك مقبل. البرج الغربي كله اتحرك مقبل. البرج الغربي كله اتحرك مقبل. الصدر اللي من قدام يثبت لحماية المقبلين ساعة. الصدر اللي من قدام يثبت لحماية المقبلين ساعة. وريني ختم همام وأمره يا شيخ اسمع. خبر ايه يا عيسى؟ بتكدبني؟ قلت لك وريني. شايع اسأله. مش بينك وبينه مراسيل؟ وانا حال حاجة شايعة. وريني ختم. قلت مفيش ختم وما اوريكش. لو عايز تطلع تحارب لوحدك دلوقتي اطلع. لو عايز تموت في الخيمة دي قول. بره اسماعيل هطلع. هطلع أمرك يا شيخ عيسى. عاوز أوعر فرس يطير بيا طير. شداد جاهز بس على فين؟ على جورجيا. عارف مطرح سيدك شيخ العرب؟ أيوه عارف يا شيخ عيسى. يلا حتى جي معاي قوام سرع. أمان الناس فهمني. اهدى الأمان موجود. الضرب بس اللي بيقاوم عشان الانسحاب يكمل. ما اتفقناش على كده يا بيه. ده تهديد بس. السلاح التاني كان هيدمر الكل. أنا عايزك تجهز عشان هتنزل مع المحروسة عشان تقابل الوالي عالي ديك. وهو جاهز بالفرمانة. يا شيخ العرب كربان كده وشك اصفر ليه؟ اتكسرنا يا شيخ العرب. ايه؟ الحق فرشوت المماليك طالعين على بيوتنا. هتقول ايه يا خراب البيت؟ طرشت ودني بفارك. كيف نتكسر واحنا غلبين؟ انت اللي امرت وقلت نرجع. انت اللي امرت يا عم هاب. انا لا قلت ولا امرت. و تبقى الخيانه مره يا شيخ العرب. وعدت لساني بالمرار. وين وين؟ مين اللي خان؟ مين؟ مين اللي خان؟ الحق فرشوت يا شيخ العرب، لف حواليك وقبل وداخلين على بيوتنا وحريمنا. مين اللي خان يا عيسى؟ الحقنا والحق ناسك يا همام. كله خاين يا همام، مش المماليك بس. كله خاين. أنا عايز تجريدة تطلع على فرشوت تجيب خاتون هانم وحريم همام وولاده لغاية هنا. وبلغ أبو الدهب بيك تهنية القلبية، اتصرف. زي ما معرفتش اجيب خاتون هانم منك يا همام هجيب حريمك لغاية هنا. I
خلفتك بحبيبك وترجعني لعلي بيك ده تاني. اتفضلي معانا يا هاني. على فين يا خراب البيت؟ انت بالذات عندنا اوامر بالمعامله الكريمه. اشمعنى انا غير الناس؟ طبعا انت حرم الشيخ اسماعيل واخت شيخ العرب همام، وما هسيبش بلدي. ما عادش في بلد خلاص، ولو ما فاضلش غيري هدف من هنا. ما عندناش اوامر باذاكي. يبقى تهملني ودخول. العزام ما تخرق. واه يا بيوت الكرام ما تتزل. واه يا بيوت العزام ما تخرق. الخرام والحزن ليهم حس عيبكي وينوح، ولا دي حس قلبك المحروق يا همام؟ الحمل مني فوق كتافي مات. واه يا بيوت العزام ما تخرق. واه يا بيوت الكرام ما تتزل. ولا كان حساب ان الزمن ميال. تريها الغرورة تضحك على الناس كلها، تبقى عروسي راضية بدلال. لكن لما تولي كفى الله شرها، تزل الأسد وتبهدل الأبطال. واه يا بيوت العز. انت متأكد انك شفت شيخ عرب همام؟ بتعملي ايه هنا يا عجوز البين؟ ابكي ونوح على بيوت العز اللي تتهان. انت من اهل الدار؟ ولا كان ينفع ندخله الا باذن الكرام، لحد ما صار للي بلا عازه. ما شفتيش ولا لمحتي شيخ عرب همام؟ شفته. فين؟ في كل مكان في البيت، في الحيطان. في ريحة تراب فرشوط. عجوز مخرفة، قولي همام بتداري فين؟ مش همام اللي ادارى يا كلب. تسلب يمينك. قومي معاك. لما شفت الرجال اعتدي ظهره على العدو. يلا يلا يا شيخ العرب، مفيش وقت. يلا ولع الانفاق. مش فاكرني يا همام؟ فاكرك. انت اللي ما كنتيش عاوز عيالك يحرموا، طلعت الجدع وشيعتيهم. التلاتة ماتوا في الحرب، ما رجعش منهم ولا واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. من ساعتها وأنا مستنياك. عايز تاخدي طارق مني؟ لا، عايز أخد طار عيالي من اللي موتوهم، واخد طارك من اللي كسروك. انت راجلنا وكرامتنا، انت كبيرنا وكلنا فداك. أصيلة يا مرحبا، يا أرجل من رجالي. خدهم جت يا أبو ده؟ جت مولاي، بس
بس يا اخي سيبني سيبني اقعد مع حبيبتي شويه. يا مولاي خاتون خاتون يا حبيبتي وحشتيني. مالك يا خاتون انتي انتي تعبانه من السفر؟ خاتون عظم الله اجرك بك ماتت بمجرد دخولها مصر. ترفضيني لحد الموت؟ ليه يا خاتون؟ ليه يا حبيبتي؟ مرات الشيخ اسماعيل حبيبهم. حبيبهم كيه؟ اقول كلام كتير. كلام ايه؟ انطق يا مرة قولي. هيقولوا جوزك باع اخوكي وقبض الثمن عشان كده سابوكي. وي 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 عقلك شاب؟ اتجنيتي؟ اللي سمعته قلته. قطع لسانك مرة مهووسة. انا جوزي يبيع اخوي كيه؟ مش هو اللي كان ماسك الدش اللي اتكسر والمماليك خدوا الكل وانتي لا؟ اشمعنى؟ وانتي ما سابوكي تاجي عام يبقى جوزك خاين؟ انا سابونيش. انا سمعت انهم جايين هربت قعدت برا البيت شفت بيتي بيولع قدام عيني وهربت وجيت على هنا وبناتي ربنا حالم بيهم. انا جوزي ما يخونش اخويا رحمه وان كان بيتي دلوقت من غير راجل لكن انا فيه. انا شمش بنت الشيخ يوسف واخت همام ومرات اسماعيل. اقول لك اوقفي على حالك. خبرها يا بنت عمي ده هم اللي هيقولوا هم كذابين هم كذابين. صح شهربان لو شفتوا المره دي فايته جنب بيتي جرسوها. جرس اكتر من كده؟ خليني هنا وجرسيني براحتي. مره خرابي يا بنت عمي هيقطعوني هيموتوني. غوري للخراب تستهليه. خلوني هنا خليني هنا يا شمس هيقطعوني هيقطعوني يا شمس هيقطعوني يا شمس. كدابه يا غراب البيت كدابه يا رحمه. عايش عمري كله في الكذب. جاية تقولي لي اني ما عشتش ولا يوم يا مرات عيسى. جاية تقولي ان جوزي كذابة يا مرات عيسى. اسماعيل وهمام ده هيحبوا بعض اكتر من حب الجوزي واخوي. ريا بين العظم واللحم وتحدي بسكينك يا رحمة. غابت السبوع ونهشت في سيرتهم الحريم ويا دنيا مالكيش عايزة. اسماعيل بيروح حمام ويا اسماعيل. جننتني وانت مجنون يا زمان كفايه اكتفي
في الفجر كان نور الكون، خليته ليه يختفي وهي نور العيون؟ عيش الخراب واوصفي انتظار الأوامر. طب خليه يدخل الأول على الحراملك عشان يسلم على أخته. أنا عايزه يقبل كل شيء يا أبو الدهب، كل شيء. هتستنى هنا يا شيخ إسماعيل كبير هوارة لحين السماح ليك بالإذن بالدخول على عزيت له علي بيك. أستنى يا أبوي، أستنى. جيبوا العالي استحمر الواطي، ولسه ياما حتشوف يا اسماعيل. استحمل لعب الدنيا ولعب الايام بيك. واي مين ده؟ اسماعيل، ايه اللي عملته في والد عمك يا اسماعيل؟ عملت في ناسك ايه يا اسماعيل؟ قدامي يا ولاد الجهل، قلت لك ما تمدش يدك. قلت لك قدامي يا كلاب. عندك يا ابن المركوب بتمد يدك على والد اعز الناس يا ابن المركوب. اسكت انت عديم القصر يا كلب. يا كلب يا شيخ رابع، يا كلب اهدى. بسم الله عليك يا أصيلة. اسماعيل، لما غطاك عليك يا أختي. اللي جابك يا اسماعيل مسكوك يا حبيبي. سامحيني يا بنت أبوي، قولي الهمام يسامحني. ايه؟ طول في عيني. ما قدرش. بقول لك طل في عيني. ما قدرش. وادي لي انت بتقدر ده اغدي وحشي في راجل غريب هنا. الافاق محدش يقدر يوصلك. ما اهربش انا في نفق يا عيسى، انا عاوز اكمل. تكمل ايه؟ حرب لسه ما خلصتش. وتكمل كيف؟ دبرني مركب تجبل ناحيه النوبه، من هناك نكمل مشوارنا. حاضر يا شيخ رامي.
الست صالحة. أهلا بالكبيرة، مرات الكبير. أهلا. ما تخافوش، أنتوا هنا في ضيافتي وفي حمايتي، وتأكدوا زي ما استضفتوني زمان وأكرمتوني، أنتوا هنا في قلبي جوه روحي. يا صالحة هانم ويا ورد هانم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيخ اسماعيل. اهلا براجلنا الكبير. انا مش راجلكم يا بيه، انا كبير ناسي. ناسك؟ يمكن. اللي اقول يا شيخ اسماعيل، انت حافظ اسمك للجد الكام؟ كتير كتير قوي يا بيه، لبعيد قوي. بس بذمتك بقى، ايه رايك في الخيانه؟ انتم قلتولي اللي عملتوا فيه المصلحة. عندك حق. وطلباتك؟ ولاد همام وحريمه يرجعوا معززين مكرمين. طب وطلباتك ايه لنفسك؟ انا ماليش طلب، ارجع معاهم. ترجع معاهم على فين؟ على فرشوت؟ بلدي. بلدك؟ وين بقى اللي هيسيبك هناك في بلدك؟ إلا إذا احنا أمناك وديناك فرشوت وشوية البلاد اللي جنبها. معوش. يعني أنت بذمتك كده مش عايز تمن على الخيانة؟ على الخير اللي أنت عملته؟ المملوك اللي هان ولد همام أموته. الله 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 الله. انت عايز تموت المماليك بتوعي ولا ايه يا شيخ اسماعيل؟ ايوه، المملوك اللي هان ولد همام اموته. طيب طيب، بس روق دمك شويه يا اخي. ابو الدهب، شيخ اسماعيل يرجع تاني البلد، نأمن حياته ونديله التزام. تمن كبير قوي يا بيه. بلى. امال عاوز ايه يا شيخ اسماعيل؟ عاوز دواء القلب يا بيه. عندك دواء قلبك؟ ابو الدهب، تبقى توديه العطار. مولاي. انت جيت يا كلب. اشمت فيك كويس. هو ده اللي كنت عايزه، يمكن قلبي يروق. توحشتك قوي يا همام. عشان كده يا اسماعيل، يا مكتب الناس يا قلة الأصحاب. جن علي، رايح فين؟ زينب هانم، أنا مش فضيلك. لا تفضلي. إيه اللي جاب حريم شيخ عرب همام هنا؟ زينب هانم، ما تدخليش نفسك في السياسة. شيخ عرب همام أو حريمك وبناتك وسطر عارك، قسما بالله العزيز الجبار، لو عرفت إن أنت ما رجعتهمش بيوتهم معززين مكرمين، لا اجيب بناتك دلوقتي واحكي لهم حكايه ابوهم اللي اهان اللي اكرموه. انا جبتهم علشان همام يظهر. انا اقسمت ولكل شيء حدود، انا اقبل منك اي حاجه الا اهانه الكرامه، ده عار ما يستحملوش قلب راجل حقيقي. وحياه بناتك يا علي، وحياه بناتك. بيتي ما يليقش بيك، فقير بس يستر، ومحدش يعرف ولا يصدق ان شيخ العرب همام عندي في بيتي. ادخلوا. كتر خيرك يا ست الناس. تبقى تخلي حريم همام واولاده يرجعوا بكرامه الفرشوط يا ابو الدهب.
عمرك يا فندم عمرك. ايه مين عارف، يمكن لما يرجعوا همام يظهر. طول عمرك قلبك رحيم يا مولاي. عايزك كمان تعمل لي حاجه تانيه عمرك. عايزك تكتب لي فرمان من والي باشا مصر برصد مكافاه 100,000 حته ذهب للي يدل على راس همام. 100,000 ده عشر الميري بك. ان شاء الله يكون الميري كله، انا راسه عندي اغلى من القلعه كلها. الحزن سكن القلب يا همام، حزنت يوم حزن بعشر اعوام. الريح ممشياك على كفها ترميك ورا وتحدفك قدام. واهي واهي واهي. هفضل هنا كتير يا عيسى. فين المركب؟ عاوز اتحرك على النوبة. حاضر حاضر يا ولد عمي حاضر. تعيان ومرصود وعاملين لراسك 100,000 حتة ذهب. تمن زين يا عيسى، أكتر من اللي دفعناه زمان لخزن والد سليم. أنت عندي دلوقتي أغلى من كنوز الدنيا. أنا عارف عارف يا ولد عمي. دجلنا عليك يا مرة يا طيبة. بيتك ومطرحك واخدمك ليوم الدين. والله أنا لو منك هدلهم على همام دي وأقبض، وأنا مسامحك. جتني الوجيهة من الأقرب منك. أنت في بيتي وعندي أغلى من روحي. العيان فين يا عيسى؟ وصلوا المحروسة عند علي بيه. عايشين؟ ربك هو العال. نعمك فين يا شيخ عيسى؟ جو روحي يا بي، طلع روحي تلقاه. المكافأة كبيرة والحكاية مغرية. ده 100,000 حتة ذهب، أظن كتير. 100,000؟ قول كده. تعال أديك مطرحة. شيخ عيسى، مفيش داعي للخداع. خداع ايه؟ دول 100,000 يجور بيت واحد زي همام. بس لو انت اللي هتضحك علي هتبقى عيبة كبيرة. ده ولد عمتي. انت رايح فين كده وجاي منين؟ كنت عنده ورجعت. مماليك؟ ورا الشيخ عيسى. يا ابوي كل دول ده وجع تخديك. تعال. هو جو ها؟ خلي بالكم عامل زي القفل المزنوق تلقوه في اخر النفق. بقولك يا جابرش هو روحي ما صدقتنيش. روح انت يا جابر وخلي معاك رجاله. في السر لم اللي فاضل من هواره، تقول لهم فرجوا يريب ياخدوا بيد الفقير والغلبان واللي بيته خرب. حاضر يا شيخ العرب. المركب هتجبل صح؟ صح. لحد شوان والنوبة. الناس هناك زينة طيبة هيساعدونا. عشم في ربنا كبير. ليلى! هلال! يا ليلى! يا هلال! يا ليلى! هلال! ليلى! يا ليلى! ليلى! خد يا ولدي. مين يما يقدر يدوم الزيت؟ شبعان. شبعان كيف؟
كمان بضلت في وشك يا أصيلي. سيبيه براحته. تعال يا عيسى. قول لي الحصر كله يا عيسى. كله. ما تدريش عني حاجة. حاضر يا شيخ. هتنادم علي انا؟ ليلى هنادم على روحي. انت تعرفني؟ أعرفك، هنادم عليك من يوم ما نظرتك، وكتب علي ربنا أنادم على الأحباب، ما يردوش. مين أحبابك؟ ليلى وهلال. ليلى أنا وهلال جمل يا جابر. ليلى أنت وليلى وهلال عيالي. ضاعوا منك؟ ضاعوا منك. هم صغيرين صح؟ صح. ما تخافش أنا عارفة طريقهم. على فين يا نور العيون؟ نور العيون من طفي الفجر كان الوردات يا وجيها الفرحة تاني منين حتجيلك والفرحة تاني منين حتجيها. جابر وقف عندك يا ولد الجبل. ياك فاكر الرجالة ماتت أمنا وسبعها؟ أقول لك ارجع يا بنت وانت اطلع جبلك اللي جيت منه. تعالي دعمني. قبضت روحي بيدك الخون. يا ريت ألف عهد وردي.
قدام بيته ساقية وجنينة ابن العبيد تلاتة أربعة يسووا غدا العيلة قدام بيته ساقية نعارة ومن العبيد تلاتة أربعة يسووا غدا الهوارة اوعوا تدفنوا الرجال خلوها رجالنا واحنا نعزوها القبر قال له انزل وانا اتلقاك انستني وقطعت باللي وراه قوم معايا يا همام سيبك من الدنيا وعديدها وتعالى معايا اجي يا حبيبي اجي بس انا لسه ليها فيها غرض ومين عاش فيها وخد غرض الغرض مرض تعالى معايا حاضر يا حبيبي اجي ما اقدرش اقول لا وجهد يا سلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد راجل مليح طلع من بدني عودوا بلاه الرجال يا ندمي خاين يا قبر خاين واللي بناه عمي توفى إلى رحمة الله تعالى الجناب الأجل والكهف الأظل الجليل المعظم ملجأ الفقراء والأمراء ومحط رحال الفضلاء والكبراء الفقير لله شيخ العرب همام بن يوسف أحمد عظيم بلاد الصعيد.